وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، المتحدث باسم عملية القوات العسكرية للتحالف الكولونيل شون رايان قال إن مشكلة تنظيم الدولة لم تنتهي بإيران، أو التحالف سيبقى في سوريا. برأيكم، ما الهدف الحقيقي وراء رغبة التحالف في البقاء بالبلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك مع الخبر أمر مهم جدا، وهو التنسيق الأمريكي الروسي الذي لم ينقطع يوما واحدا. هناك تواصلات أمريكية روسية تكاد تكون يوميا، فيما يخص الشأن العسكري والطيران والتنسيق الميداني على الأرض. ولذلك هناك دائما نفاق أمريكي، وهناك متاجرة أمريكية فيما يتعلق بكل التصريحات. كل التصريحات يجب النظر إلى ما خلف هذه التصريحات الأمريكية. إذا التنسيق الأمريكي الروسي كما ذكر تقريركم مستمر، وهو يعني يحط بمحطات رئيسية كل بضعة أشهر، ولكن محطاته الميدانية مستمرة، والتنسيق بغض النظر يعني الأمريكي عن التصرفات الروسية، هناك بغض النظر، هناك تنسيق، هناك اتفاق، وهناك رسم حدود مصالح داخل سوريا. نحن اليوم نرى أن المناطق الشمالية الشرقية والشرقية تحت سيطرة أمريكية تكاد تكون شاملة، وهي سوريا المفيدة على فكرة، فيها المياه وفيها النفط والغاز وفيها القمح السوري في الجزيرة، الجزيرة السورية التي تزود، يعني تستطيع تزويد كل المنطقة العربية في المشرق العربي بالقمح. على كل، هناك تنسيق، هناك نفاق أمريكي، هناك بيع للشعارات، ابتزاز لدول الخليج. الأمر يستمر بهذه الطريقة المريعة التي ليس فيها أي قيم، ليس فيها أي أخلاق، وكل ذلك يجري على حساب أولا الشعب السوري المنتفض العظيم الذي يدفع الثمن من أبنائه يوميا شهداء في كل مكان. العقيد شون رايان أكد أو علل بقاء القوات الأمريكية لدعم ميليشيا سوريا الديمقراطية في منبج. يعني إلى أي مدى ترون أن هذه التصريحات تأتي في ظل الأزمة الأمريكية التركية؟ يعني هناك تفاصيل أخرى لعلكم يعني لم تريدوها في تقريركم. هناك الآن ضغط أيضا على السعودية لتدفع 100 مليون دولار لهذه المنطقة بالذات، لقوات قسد. وبالتالي نحن أمام يعني تناقضات عجيبة، وهناك دعم مستمر ليس له علاقة بتغيير الإدارة الأمريكية والرئاسة الأمريكية أبدا. هذا الدعم كان مستمر منذ أيام أوباما، واليوم هو مستمر. يبدو أن السياسة العميقة للولايات المتحدة، سياسة الدولة العميقة، هي دعم هذا الذراع الميليشياوي الكردي. وأمريكا تصر دائما على أن تدعم جهة معادية لما حولها، ونذكر أيضا، أن الذراع البرية في العراق لما يسمى بالتحالف الدولي هي ذراع إيرانية، طبعا عن طريق الحشد الشعبي وحتى الجيش العراقي. طيب، يعني يبدو أن هنالك اتفاق روسي أمريكي على إخراج إيران من سوريا. إخراج إيران إلى من سيرجح الكفة وسيصف في مصلحة من؟ روسيا حليف إيران في سوريا أم الولايات المتحدة؟ هل تعلم أن مصطلح إخراج إيران من سوريا يستعمل منذ 3 سنوات بشكل متكرر، ولم يحصل أي شيء ميداني على الأرض يعني يثبت صحة هذه البروباغاندا، هذه الدعاية الأمريكية التي تستنزف من خلالها دول الخليج؟ قضية إخراج إيران حتى من سوريا لم تحصل على الإطلاق. هناك أمر مهم يجب على المشاهد أن يعلمه، أن الذراع البري حتى في سوريا هي ذراع إيرانية ميليشياوية. الميليشيات هي فقط تستطيع الدخول إلى المناطق لأنهم مغسولي الأدمغة، لأنهم مشحونين بالحقد الذي يعني بثته إيران عن طريق الأساطير إلى ما هنالك. هذه الميليشيات لها دور بري، لن تستغني عنها روسيا في سوريا ولن تستغني عنها أمريكا في العراق. إنما هو نفاق، قد يكون هناك تقليم أظافر لبعض أظافر إيران في المنطقة خاصة القريبة من إسرائيل، وهذا قد يحدث، قد تحدث حتى ضربات بسيطة، لكن إضعاف إيران
إلى اليوم ليس في بال لا الإدارة الأمريكية طبعا وليس في ظل هذه الطبخة السياسية العسكرية التي تحصل في سوريا والمنطقة، ما الذي ستستفيده المعارضة من هذه الترتيبات، وماذا تملك من أوراق لتبقى حاضرة ضمن هذه الترتيبات؟ يعني دائما نغوص في مستنقع مصطلح المعارضة، لا يوجد معارضة في الخارج على الإطلاق، هي جهات أغلبها معادي للثورة، يعني كشر عن أنيابه، أصبح يعني يدخل الروس كوسيط إلى ما هنالك. أما الفصائل على الأرض أيضا قسم منها، قسم كبير يفوت الفرصة، عليهم أن يتحدوا، عليهم أن يبادئوا العدو بضربات قبل أن يأتيهم إلى المناطق التي ما زالت بأيديهم في إدلب وغرب حلب وشمال حماة، عليهم أن يتحدوا، عليهم أن يكونوا أصحاب قرار مستقل، وهذا إلى الآن بعيد المنال. لكن لا تتكلموا عن معارضة خارجية، المعارضة الخارجية بكل جهاتها ومؤسساتها بما فيها المجلس الإسلامي والائتلاف والهيئة العليا للتفاوض، وإلما هنالك جهات أثبتت أنها عبء على الثورة، ثم أصبحت يعني لنقل بين قوسين صاحبة تراجع الثورة وصاحبة نكسة الثورة وصاحبة التآمر على الثورة. رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة الملوحي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.